بوم اف ام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. بيت كل انسان هو موضع الكرم والعطاء. يعني انت لما تجيلي بيتي الف به انسانيه ان انا اكرمك. وكذلك بيوت الرحمن وله المثل الاعلى. بيت ربنا موضع لكرم الله سبحانه وتعالى وكثرة عطائه واستجابته سبحانه وتعالى للداعين الراغبين وكثرة الأجور والحسنات، فما تحرمش نفسك. والكلام للشباب والبنات والرجالة والستات، خلي ليك نصيب من الجامع، من الصلاة في الجامع والذكر في الجامع وقراءة القرآن في الجامع، بيت ربك سبحانه وتعالى. الأثر النبوي بيقول: المصلون في المساجد زوار الرحمن، وحق على المزور، يعني صاحب البيت، وحق على المزور أن يكرم الزائر. لما تروح لربنا في بيته لازم تطلع وانت ربنا كرمك ومسامحك وغافر ليك، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كل مشوار للمسجد بيتبني لك ملك في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. نزلا يعني ضيافة، يعني ملك، يعني إكرام في الجنة. مع كل مرة بتروح أو بتروحي فيها المسجد، سواء للصلوات الخمسة أو صلاة الجمعة، ربنا بيعد لك ملك في الجنة. تصور رايح جاي رايح جاي، وكل مرة نزل يعني استراحة، يعني قصر، يعني ملك. الله على كرمك يا رب العالمين. بل قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم ذهب إلى بيت من بيوت الله فخطى كانت كل خطوة له بها حسنة، أو حط عنه خطيئة، أو رفع بها درجة. خطوة تاخد بها حسنة، وخطوة تغفر لك بها خطيئة معصية، وخطوة تانية ترفع بها درجة في الجنة. بلاش نحرم نفسنا يا جماعة في وسط زحمة الحياة من فضل الذهاب والصلاة والذكر وقراءة القرآن في بيت رب العالمين. بل أقول لك على خبر جميل قوي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: طول ما أنت قاعد في بيت ربنا مستني الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: لم تزل الملائكة تصلي عليه، اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه. عارف معنى الحديث؟ طول ما انت قاعد الملائكة بتلف حواليك، بتدعي لك بالمغفرة، بتدعي لك بالرحمة، بتدعي لك بأن ربنا يرفع درجاتك. اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، دي دعوة الملائكة لكل إنسان أو إنسانة قاعد في بيت ربنا. عشان كده الصحابة كانوا بيعظموا المساجد جدا، وسيدنا عبد الله بن مسعود بيقول: حتى لما كان الراجل فينا بيعجز مش قادر يمشي، كان بيطلب من الناس إنها تشيله عشان يشهد صلاة الجماعة في المسجد. سيدنا ابن مسعود بيقول: ولقد كان يؤتى بالرجل الضعيف يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني يجي الرجل الضعيف الناس تحطه في كتافها كده علشان يقف في الصف ويصلي من كتر حبه في بيت ربنا سبحانه وتعالى. بلاش يا جماعة زحمة الحياة تاخدنا من بيت ربنا. وانت ماشي بالعربية والأذان أذن، اركن وانزل صلي. وانت ماشي أو انت في الكلية الأذان أذن الظهر ولا العصر، سيبي صحباتك خمس دقايق وروحي صلي صلاة الجماعة. صلاة الجماعة أضعاف صلاة الفرد ب27 درجة. يعني لو الصلاة فيها مليون أو مليار حسنة، اضرب في 27 ضعف. يا رب اجعلنا من أهل بيتك، اجعلنا من أهل المساجد، اجعلنا من أهل صلاة الجماعة. وربنا معاكم، والحمد لله رب العالمين.